أسوي معاكم مشاوي. أول حاجة عندكم البصل، قبل لا تبدون تطحنون البصل وراح تنزلونها كلها هنا بصفاية عشان يصفي لكم موية البصل. نحنا ما محتاجين موية، محتاجين بس البصل يكون يعني البصل يكون خشن، يعني طحنوه ناعم بس صفوه من الموية. إذا عندكم شاش يكون يوفر عليكم ترى الشغلة، يعني حطوها في الشاش والشاش ينزل الماء منها. الحين راح اضيف اول شيء دبس فليفله، يعني ملعقتين صغيره، بس ترى انتبهوا دبس الفليفله يكون شوي مالح زياده، يعني ملح، ماجي، فلفل اسود، كزبره ناشفه، كمون، وفلفل ابيض. خلاص راح اضيف بعد ثوم، وراح اضيف زيت. طبعا انا قطعت حاشي وحطيت نفس خلطة الدجاج عليها. راح اسوي بعد باللحم، لحم الغنم يعني. اللحم ترى ما يتغسل، اوكي؟ انا ما احب اغسله، احس طعمه يروح ما يتغسل، ما ادري ليش. راح احط ثوم، مفترض اني ما احط ثوم لانه طازج، كله طازج، بس الحاشي اللي مجمد مبرد، مو مجمد، مبرد. نفس التتبيلة نفسه، ما تغير شيء. ملح، بس ماني مكثرة هنا ملح. ملعقة وزيت بعد.
الحين بسوي ايش الكباب. انا اغسل يدي واجيكم. الكباب راح اخذ اول شيء اللحم، خليني اقطع لكم البقدونس والكزبره والشبت وارجع. يلا الحين اول شيء حضيف ثوم، وراح اضيف البهارات الفلفل الاسود، باجي كمون وفلفل ابيض بس، يعني كزبرة ناشفة لا، وراح اضيف ملح وكزبرة بقدونس ومو كثير، ملعقة واحدة بصل بس. قولوا ليش؟ عشان ما تجون تحطونها في الصيخ ما تطيح عليكم، تكون ناشفة. والبصل عشان كده أنا صفيته، أوريكم كيف البصل صفى. طبعا هذا البصل في الصفاية وهذه موية البصل. موية البصل راح أستفيد منها إذا جيت رصيت شو اسمه الكباب بالصيخ، راح استخدم موية البصل، لكن البصل يكون ناشف تماما. علشان ايش؟ عشان ما يطيح اللحم علينا فوق بالنار او بالفحم. حاسة اني عجنتها كثير، لا تعجنونها كثير، انتبهوا ترى يقس اللحم. راح احطه بمحل وجه نفس الماعون. راح اسوي كباب الدجاج، راح احط بقدونس كزبرة شبت، فلفل اسود ماجي ابيض، فلفل ابيض وكمون وملح. بس دقايق اروح اجيب. حطيت ثوم وملعقة ثانية بصل، مو ملعقتين يعني، هذه اول ملعقة بصل يعني. انا عشان اقول لكم احطيت ملعقة ثانية لين نحط المفروم اللحم. هذا كذا خلصته. يلا الحين قاعدين نولع ايش نشوف لنا. نسيت اجيب الستاند من داخل.
علينا وعليكم، تقدروا تقدمونها مع رز أبيض أو مع خبز. إذا أول مرة تشوفون القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس، وإذا عجبكم المقطع حطوا لي لايك، وألف عافية.